أسطورة الكرة المصرية محمد صلاح يقترب بقوة من تجديد عقده رسميا مع نادي الإنجليزي ليفربول خلال الميركاتو الصيف الجاري، وده بعد ما بدأت إدارة ليفربول سلسلة تجديد العديد من العقود اللاعبين المهمة، وما زال صلاح هو الصفقة الأكبر والأهم في تاريخ ليفربول الحديث، خاصة في ظل خروج العديد من التقارير الإنجليزية اللي بتشير إلى أن ليفربول هيوقع مع صلاح عقد جديد هيكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي. النهاردة هعرفكم تفاصيل العقد وكمان صلاح هيقبض كام، خليكم معانا. محمد صلاح انضم لليفربول خلال صيف عام 2017 قادم من روما مقابل 42 مليون يورو، وشارك صلاح مع ليفربول خلال 203 مباراة في كافة المسابقات حيث سجل 125 هدف وقدم 47 تمريرة حاسمة. وخلال مسيرته نجح محمد صلاح في التسجيل 77 هدف بالقدم اليسرى و12 بالقدم اليمنى و6 رأسيات. ووفقا للصحيفة المعنية بشؤون النادي، فإن المكلف من إدارة النادي بتجديد عقود اللاعب لا يرغب في تكرار أزمة نادي مانشستر القائمة مع الفرنسي بول بوجبا في حالة تأخير المفاوضات وتجديد التعاقد مع محمد صلاح خلال الأيام القادمة. وأكدت تقارير بريطانية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي رصد 50 مليون جنيه استرليني مرتب سنوي لمحمد صلاح، يعني مليار جنيه مصري، ليكون اللاعب الأعلى في التاريخ، وذلك قبل انطلاق فعاليات الموسم الجديد. وصرحت مجلة فوربس الأمريكية أن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل إلى 23 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء وتسجيل الأهداف بجانب المرتب. وكمان محمد صلاح ظهر في كتير من الإعلانات، منها أنت أقوى من مخدرات، وظهر برضو مع الأرجنتيني ميسي للمرة الأولى في إعلان تجاري لشركة المشروبات الغذائية الشهيرة بيبسي، وكمان إعلان فودافون اللي تقاضى فيه محمد صلاح عن ظهوره في 3 دقايق بس 2 مليون و300 ألف دولار، يعني 44 مليون جنيه مصري. وكلنا عارفين إنجازات اللي حققها محمد صلاح، واللي منها اللاعب الإفريقي الأول اللي سجل 32 هدف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2017-2018، وبطل الدوري مرتين مع بازل قبل انتقاله لتشيلسي، وكمان بطل دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 مع ليفربول، وكمان بطل السوبر الأوروبي مع ليفربول في عام 2019، وبطل كاس العالم للأندية مع ليفربول في عام 2019، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مرتين، وكمان جائزة أفضل لاعب صاعد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعام 2012، وجائزة الفتى الذهبي من الاتحاد العربي لعام 2012. كانت معكم ريهام هاني من قناة الأموال، استنوني في فقرة جديدة إن شاء الله.